حياكم الله، يا هلا والله مرحبا. اليوم فطورنا بيض بلدي في الصاج التيفال مع الخضار، بهارات الدكتور، وجبن حلوم، وجبن شرايح، وزيت سمسم. وبسم الله بدينا، حطينا الصاج ونحط عليه شوي زيت سمسم. بعد ما شقر الحلوم نرش عليه شوي بهارات خفيفة، نصب عليه البيض البلدي. بسم الله تبارك الله. بعد 3 دقائق تقريبا شلنا الجمر اللي فوق، وما شاء الله تبارك الله، والحين نقلبه. وما شاء الله تبارك الله، يا سلام شقر. بعد ما حطينا جبن الشرايح نحط عليه شوي بقدونس، وبسم الله وجعله بالعافية.